السلام عليكم. ملف السجون السرية في عدن نكسة حقوقية قديمة متجددة في صف الشرعية والتحالف. فما تنقله معاناة أمهات المختطفين مؤخرا في سجون الإمارات وتحديدا منطقة بير أحمد يكشف عن قصص التعذيب للمخفيين قسريا. يقول الأهالي إن أكثر من عام ونصف يقبع خلالها مختطفون دون إدانات رسمية ودون أن يقادوا للتحقيق عبر المحاكم والنيابات، وهو أمر دفع بهم لتنظيم وقفات احتجاجية أمام المجمع القضائي بعدن، وطالبوا بتقديم أبنائهم المعتقلين إلى المحاكمة القانونية أو إطلاق سراحهم إن لم يثبت في حقهم أي تهمة. وكانت أمهات المختطفين قد تعرضن للاعتداء عند تنفيذهن وقفة احتجاجية أمام معسكر للقوات الإماراتية في مدينة عدن قبل 3 أشهر تقريباً. الحديث هنا عن جرائم تحدث في المناطق المحررة، وهو السلوك الإجرامي نفسه الذي تقوم به ميليشيا الحوثي، غير أن ما حدث هو تبادل الأدوار بين الضحية والجلاد. المساء اليمني يعيد فتح باب النقاش حول الانتهاكات في السجون التابعة للإمارات العربية والقوات الموالية لها والمتمثلة بالحزام الأمني وموقف المنظمات الدولية، وقبل هذا موقف الشرعية اليمنية والتحالف مما يحدث. أوليس كل خطوة خارج القانون تمثل هزة في أركان الشرعية نفسها؟ البعد الآخر، إذا كان هذا السلوك والتعسف سلوكا لنظام ما أو دولة ما، ألن يكون تهمة سافرة للموالين لها بارتكاب جرائم جسيمة يعزلها من مستقبلها السياسي؟ ما هو المستقبل السياسي لجماعات تقوم بهذه الانتهاكات؟ ناهيك عن مخاطر إغراق عدن والمحافظات التي تخضع لسيطرة الإمارات بصراع مفتوح ويخرج عن سيطرة الدولة. مشاهدينا الكرام، دعونا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود بعده لفتح هذا الملف. السجون السرية في عدن، هذا العنوان العريض والحزين والمفزع قادم من مدينة عدن، منبر الحرية الأول لليمنيين ورائدة التحولات السياسية منذ منتصف القرن، والتي وجدت نفسها على غفلة من الزمن في قبضة الانقلاب والاجتياح، وحينما تحررت وجدت ذاتها في قبضة أخرى. الأهالي الذين يلوحون بأيديهم للبحث عن ذويهم المفقودين يقولون إن ذويهم في سجون تشرف عليها الأذرع الأمنية لدولة الإمارات في عدن. السجون تخفي في زواياها المظلمة عشرات المختطفين، وبحسب القوائم المسربة من السجون فإن هناك نحو 89 مختطفا بحسب الكشوفات الأولية التي تم تسريبها. بدأ الرأي العام يتعرف على أسماء المعتقلات التي لم يكن يسمع بها من قبل، ومن بينها معتقل بئر أحمد شرق عدن التابع للقوات الإماراتية، والتي تقول المصادر إنه يحوي نحو 22 مختطفا تعرض بعضهم للتعذيب الممنهج، وعندما أضرب المختطفون عن الطعام أوعزت القوات الأمنية لفقهاء الطوارئ أن الإضراب حرام شرعا. لا عمل مدنيا في المدينة ولا إسنادا حقوقيا يراعي ذوي الضحايا وأهاليهم، وهم الذين تقطعت بهم السبل للبحث عن الذين لم يعودوا إلى منازلهم بعد أن تعرضوا للإخفاء القسري من قبل الملثمين الذين يجوبون شوارع المدينة والطرقات لاختطاف الضحايا إلى جهات غير معلومة. الانتهاكات وجرائم التعذيب التي يقوم بها في عدن الحزام الأمني التابع للإمارات، والتي أصبحت مهتمة بالسجون والمعتقلات أكثر من اهتمامها بأي شيء آخر. أمهات المختطفين في عدن برزت كحالة مدنية على غرار رابطة أمهات المختطفين في صنعاء للغاية ذاتها وللمعاناة ذاتها، وهي حرية الأبناء لذات الحكاية الحزينة في البلد المعذب، ومن لم يختطفه الحوثيون يختطفه الحزام الأمني التابع للإمارات. موقف الحكومة الشرعية والسلطات الأمنية من جرائم الميليشيا التابعة للإمارات لا تبدو جادة وواضحة، حتى فيما يتعلق باللجنة التي تم إعلانها قبل أشهر بخصوص التحقيق في المعتقلات في المناطق المحررة، ومن بينها السجون السرية التي توقف الحديث عنها بذات الطريقة الغريبة التي توقف فيها الحديث عن تحرير الحديدة.
إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار عبر السكايب مسؤول الرصد في مؤسسة سامل الحقوق والحريات من فيينا، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ توفيق. مساء النور الكريمة لك ولجميع مشاهدي قناة بلقيس. أهلا بك أستاذ توفيق. بداية، كنتم أول من فتح ملف السجون السرية، ولكن للأسف الشديد لا يزال هذا الملف، يعني ملف التغييب والتعذيب في السجون، خارج القانون رغم الضجة التي أحدثها تقريركم آنذاك. ما تعليقك؟ بداية دعيني أحيي الأمهات في محافظة عدن أو في العاصمة صنعاء، وكذلك الناشطين الحقوقيين الذين اليوم يسطرون عنوان الحرية الحقيقي في ظل الظلم والاضطهاد والانتهاك الكبير لحقوق الإنسان. اليوم معتقل بير علي تحول إلى عنوان مرحلة من مراحل الانتصار للكرامة والانتصار للضعفاء الذين يقبعون داخل هذه السجون، وهم في حقيقة الأمر أكثر من أي وقت مضى محتاجون إلى وقفة جادة، سواء المنظمات الحقوقية أو من الناشطين أو حتى من الأحزاب السياسية أو مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والحكومة الشرعية. نعم. ملف المعتقلين بشكل عام هو ذلك الملف الإنساني الموجع المتجدد، لأنه ملف متشابك ومتعدد الانتهاكات، يرتبط بالأسرة، بالطفولة، بالمرأة، بالتعذيب، بالإخفاء القسري إلى غير ذلك. هذا الملف للأسف الشديد أصبح تضخم من بعد سقوط العاصمة صنعاء، وكذلك من بعد تحرير العاصمة المؤقتة عدن من ميليشيات الحوثي، وظن الناس في المحافظة الجنوبية بأنهم سينعمون بالأمان والاستقرار، خاصة بعد زوال كابوس ظل قاثم على صدورهم ويحاول أن يخضع المدينة بقوة السلاح للأسف الشديد. لكن تفاجأ الناس بعد فترة بأن محافظة عدن ومحافظة حضرموت وبعض المحافظات تحولت إلى سجن كبير يخفي في داخله الكثير من المعتقلين لتهم فضفاضة، ولأشهر طويلة يذوقون فيه صنوف العذاب. أعتقد أنه بعد صدور تقارير تتحدث عن انتهاكات مروعة داخل سجون غير قانونية وبعضها سجون سرية، وصل صدى هذه التقارير على مستوى إعلامي وعالمي في نفس الوقت، حتى رأينا الكونغرس الأمريكي يطالب بوزارة الدفاع الأمريكية برد وتحقيق واضح عن دور الولايات المتحدة الأمريكية في انتهاكات المعتقلين في جنوب اليمن. رأينا مجلس العموم البريطاني خاصة من حزب الأحرار يطالب بتحقيق ووقف توريد الأسلحة. رأينا البرلمان الأوروبي يتخذ قرار أيضا وإن كان غير ملزم بمنع توريد الأسلحة إلى كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة. تفاعل الناس، لكن للأسف الشديد هنالك إشكالية كبرى بأن الإرادة الموجودة اليوم على الأرض هي إرادة خارج إطار الحكومة الشرعية. هنالك تشكيلات عسكرية للأسف الشديد لا تخضع لسلطان الدولة ولا تخضع حتى للقرار السياسي اليمني، وبالتالي المؤسسات إنفاذ القانون اليوم التي بدأت تفتح أبوابها في عدن هي لا تمتلك أيضا القوة أو لا تمتلك الأدوات القانونية القوية التي تمكنها من تنفيذ أوامرها. هنالك بحسب المعلومات التي لدينا هنالك أوامر صدرت من جهات قضايا من النيابة العامة بالإفراج عن بعض المعتقلين، ربما تكررت للمعتقل واحد أكثر من أمر، لكن للأسف الشديد كل هذه الأوامر ذهبت عرض الحائط، لأن السجون هذه أولا لا تخضع لسلطة النيابة العامة، وثانيا النيابة العامة لا تمتلك قوة إلزامية أو قوة تنفيذ على الأرض من رجال الأمن إلى غير ذلك ينفذون هذا الأمر، إضافة إلى أن هنالك إرادة سياسية رخوة للأسف الشديد تستطيع أن تشوفها بأنها رخوة. أستاذ توفيق، يعني سنتدرج في هذه النقاط خلال هذه الحلقة. اسمح لنا أن تنضم معنا أيضا عبر الهاتف الأخت أمل سالم، وهي شقيقة أحد المعتقلين من عدن. مساء الخير أستاذ أمل. مساء النور لكم. أهلا بك سيدة أمل، وأود منك أن تحدثيني عن
يعني ظروف اعتقال أخيك، منذ متى وكيف تم اعتقاله؟ وهل لديكم معرفة بأي سبب؟ أنا أخت المعتقل أحلف سالم، أخي اعتقلوه من أكثر من سنة، تتخيلوا؟ ولا عارفين فينه، ولا شفناه، ولا سمعنا صوته، ولا شيء. وأخي كان من المقاومة اللي حررت عدن، معروف أخي. وفجأة بعد الانتصار كان نسمع اعتقالات، ما توقعنا إن الاعتقال بيجي لأن إحنا لبيتنا كمان. فجأة الساعة 2 الليل فجأة يدخلوا كذا، يدخلوا على إحنا الحزام الأمني، ناس ملثمين، ما يبانش لعيونهم ولقفهم. ولابسين كيف عرفنا انه من الامن؟ انهم لابسين الزي، لابسين زي الامن. نعم. اخذوا اخي، ايوه اخذوا اخي لهذا اليوم من 2 ما شفناش اخي ابدا، ما شفناهوش وما اتصلش فيه. احنا حتى برمضان حتى بالعيد كان نقول يمكن 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 يترحموا علينا، احنا يترحموا على ام المريضه ان نشوف نشوف يعني حتى يطمنون احنا. ايش يزقوا لنا؟ يزقوا لنا بس يزوروا لنا، يزوروا لنا ويحاكمونا محاكمه عادله. نحن مع القانون، نحن أهالي مخفيين مع القانون، ولا من شيء غير القانون. طيب يعني هل وضحت لديكم يعني ما هي التهمة التي اعتقلوا بها أحمد؟ ما فيش تهم أصلاً، ما حد يكلمنا، إحنا ما لقيش أحد. نحن رحنا عملنا وقفات عند الناس كلهم، رحنا عند التحالف عملنا وقفات ونشرناها، ورحنا كمان عند المعاشيق عشان يقولوش إنه أني إحنا سياسيين زي ما قالوا كان في فترة، فنقول إحنا سياسيين. إحنا كمان عملنا وقفات عند المعاشيق ونطالب الحكومة، ونحن نحمل الحكومة هي المسؤولية الكبيرة، هي عليه على المسؤولية الكبيرة، لأن هي نحن عندك دولته وتحت شرعيته، كيف ساكتة على دولة يعني الناس يخطفوا الناس وناس مخفيين للآن؟ إيش هذه الدولة؟ ونحن كمان لجنب إدارة الأمن عملنا وقتها، ونحن الصليب الأحمر وسجلنا الأسامي، مليان أسامي عند الصليب لناس مخفيين. الآن ألاحظ أن الفيسبوك والإعلام الناس يقولوا ما فيش سجون سرية ولا مخفيين. وحتى وزير حقوق الانسان محمد عسكر هو اللجنه اللي ظهرت الوطنيه هذه كلها كانت لجنه كذب كذب. حتى يعني الاجانب ما صدقونا، مش قالوا ما فيش مخفيين. طيب يعني ما فيش مخفيين، اهلا احنا فينهم؟ جابوا ملح، فين راحوا اهلا احنا؟ احنا سجلنا عند الصليب الاحمر بالاسامي حقنا احنا واهالي وعيالنا احنا المخفيين وصورهم وكل شيء. طيب بالنسبة يعني أمهات المختطفين التي تكونت والوقفات اللي بتقوموا بها أمل، يعني هل بتحسي أنها بتشكل ضغط على أي طرف كان؟ يعني لماذا يتم مهاجمتكم إذا أنتم فقط يعني تقوموا برفع لوحات ومحاولة الضغط على يعني رؤية أهاليكم؟ نعم بالضبط. نحن شو تعرضنا من قبل، رحنا عند وقتها سلمية، مجموعة نسوان ما تتعدش الأصابع، لأن بقول لك حاجة بعدم خوف يعني حتى الأهالي المعتقلين خايفين. نعم يعني وأنا أحيي شجاعتك أمل بظهورك معنا، يعني هذه تعد خطوة شجاعة. نعم ضروري، نحن أهلنا نحن أخوان نحن كانوا أبطال، كانوا بالجبهات، مشهود لهم الجبهات، هم أول من حرروا عدن، هم اللي كانوا بالجبهات، المفروض يكرموهم مش يخفوهم. واغلب الاهل اللي طلعوا بالحزام الامني والامن كانوا ببيوتهم مخبايين، وعيالهم اللي كانوا بالجبهات. طيب بقول لك حاجه يا اختي، نعم نحن مطلوبتنا ايش؟ مطلوبتنا قانون وانساني لا غير. نشيل ظهر المخفيين ويحاكمون علنيا امام كل الناس. نعم وهذا مطلب حقنا. مطلب انساني وحقوقي كمان. طيب لو عيالنا زي ما قالوا الامن، الامن يقول ان عيالنا احنا مجرمين، تمام؟ نعم. طيب أمل يعني بالنسبة هذا مطلبكم مطلب حق، ربما يعني قلتي ما حدش ما عرفتمش مع من تتواصلوا علشان تعرفوا تطمنوا على أحمد أو حد يرد لكم خبر. طيب هل حاولتم التواصل مع الحكومة الشرعية مع رئيس الوزراء وهو موجود في عدن؟ هل حاولتم التواصل به؟ والله يا حبيبتي احنا قابلنا الناس كلهم، يعني طبعا في اغلب الناس ما يعبرون، احنا يجزئوا من جنبنا، احنا حاملين لابتات ولا حد يعبر، احنا مسؤولين ولا شيء. يعني احنا عملنا وقفات جنب المعاشق برضه ما حد عبرنا احنا ولا حد نزل. نحن نشكر الناس كل الحقوقيين صراحه نشكرهم، جزاهم الله الف خير بدون ذكر اسامي، تمام؟ يعني حتى تعرضوا للتهديد، اضطروا انه يكون شغلهم بالخطا ولا انهم ما يتدخلوش كثير ولا يخرجوا معنا احنا، كانوا بالبدايه يخرجوا معنا احنا. بعد ما تعرض المحامي نزار انه انسحب وسجنوه ثلاث ساعات يمكن يعني بالمعاشيق، تمام خلاص بطلوا يخرجوا معنا احنا، اصبحنا نحن حتى نحن الامهات والاخوات تعرضنا للضرب. نعم.
طيب يعني سمعنا من خلال أخبار أمل إنه يعني حتى مدير السجن يعني قال لكم يعني خلوا الإعلام ينفعكم وذكر اسم قناة عربية. نعم كثير 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 تهديدات كانوا يقولوا كثير ما فيش حاجة وأنتم 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 يعني ما تعرفيش أنت كمواطنة كمواطنة ما لك حق على الدولة هذه تروحي لأن فين؟ نحن نطالب فقط بقانون يا أختي. بسأل الأمن سؤال، أوجه للأمن سؤال وللحزام الأمني ولكل من يدعمهم ويأيدهم ما كله. لو هذول المخفيين لو المخفيين والمسجونين الآن بالسجون السرية، وأكرر سجون سرية، كنا نقول عند الفوت سجون سرية، وأنا أقول الآن عندنا بعدنا سجون سرية ومخفيين، وأولهم أخي ما أعرفش فينه ولا سمعت صوته ولا عارفين فينه، حتى برمضان يعني رمضان قدم على الأقل سمعت صوته إيش يقولون الناس يقولون له إحنا مش ماشين عندها مشكلة لا تمام بس نسمع صوت نعرف كل أماكنهم ليش نعرف تخيلي بالله عليك أنت أسأل الأمن الآن سؤال والحزام الأمني واللي يطبلوا لهم ما نقول لهم يعني إحنا المخفيين مذنبين ليش ما تظهروهمش ليش ما تحاكموهمش من إيش خايفين يا تحالف يا أمن يا حزام أمني من إيش خايفين لو أنتم على حق نحن أهالي المعتقلين الآن نطالب الدولة ونطالب كل المجتمع يوقف معنا هنا لأنه هذا الاعتقالات والسجون السرية بطول كل واحد بالفعل وبالفعل قد طالت أغلب الناس اللي كانوا ساكتين واللي كانوا يعني مخبين رؤوسهم تحت الرمال يقولوا هذا الموضوع ما يخصنا ليش الآن يلاحظ أغلب أصحاب عدن أغلبهم يعني الإحصائية أغلب 3000 مخفي يعني طالت كل الناس أكيد كل الناس طالنهم ونحن بدورنا أمل يعني نتمنى أن يصل صوتك من خلالنا من خلال برنامج المساء اليمني. نعم وأتمنى بقول لك لحظة لو سمحتي بقول لك قضية ويسمع الناس كلهم الآن عدن وعارفين أن قضية هزت المجتمع. فين الولاد اللي انحبس عشان الكافتيريا؟ تخيل بخور مكسر كافتيريا عامل تمام؟ عامل الضارب هو واحد من أسرة الجحافي. هذه أسرة جحافي يشتغلوا كلهم بالأمن الضارب عشان الكافتيريا تتخيلي إنهم ضغطوا على الأب لأنه هرب عليهم ضغطوا على الأب حبسنه رجع إيش الولد سلم نفسه ولد أخفلنا واتهمونا بالإرهاب وهذا كله بسبب كافتيريا وعارف هذا الموضوع عارفه كلهم يعني أنا ما أتكلم عنه كتشي بالأزرق وأتكلم عنه حتى مدير حق المكسر وهكذا. يعني للأسف الشديد هناك استقواء على الضعفاء وتحميلهم تهم كل من اختلفوا معه وتحملوا تهمة الإرهاب. نعم وضحت الصورة أمل شكرا جزيلا لك ونتمنى أن يعني تطمئنوا على أخيكم وأن يفتح هذا الملف بشكل جدي من قبل على الأقل الحكومة الشرعية. شكرا جزيلا لك أمل سالم شقيقة أحد المعتقلين كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ توفيق استمعت لي أمل ومدى الحرقة التي تتحدث بها سنة لا يعلمون عن أخوهم أي شيء كان شاب من شباب المقاومة وهو شاب صغير كما تحدثت لا يعرفون حتى ما هي التهمة التي جعلت الحزام الأمني يأتي في الساعة الثانية بعد منتصف الليل لأخذ هذا الشاب. ما هو تعليقك أستاذ توفيق؟ طبعا أنا أعتقد أن الأخت أمل هي نموذج لما يحدث في عدن. نحن نتواصل أعتقد بصورة أو بأخرى مع بعض الأهالي مع بعض المعتقلين أعتقد أن نفس القصة ربما تتكرر نفس السيناريو اقتحام عامل البيوت في وقت متأخر من الليل العبث بمقتنيات البيت دون أي مراعاة لحرمة المسكن أو لحرمة الساكنين في هذه البيت إطلاق النار على تستطيع تقول على النوافذ أو على الأبواب ترويع الأطفال إشهار السلاح ثم أخذ المعتقلين وتغييبهم ربما لفترات طويلة وربما لفترات قصيرة لكن البعض يخرج دون أن توجه له تهمة حقيقية. يعني هنالك معتقلين أيضا نفس السيناريو تستجدين في حضرموت. للأسف الشديد تحولت الحزام الأمني قوات تعمل خارج القانون بصورة يعني محرمة دوليا تمارس وبصورة مستفزة أيضا للسكان. نعم. أستاذ توفيق يعني مجرد يعني من يعمل في هذا الجهة الأمنية يحق له أن
يلقي بمن يشاء أو بمن يختلف معه في السجون، يلقي عليه بأبشع التهم، ونعرف ماذا يعني أن تتهم أحدهم بالإرهاب، يعني أنها تهمة ستظل لصيقة بك مدى الحياة. البعض الأهالي يبلغ بأن يستلم قريبه التقى الجثة هامدة، بمعنى أنه مات تحت التعذيب دون أن توجد سلطة لمحاسبته. في هذا الأمر في محافظة أبيان هنالك وقفات احتجاجية عن إعدامات ميدانية لثلاثة من أبناء الشدادي. هنالك في حضرموت على تواصل مع بعض المعتقلين أهاليهم ربما لسنة كاملة لا يتواصل معهم، لا يدرون هل هم أحياء أم هم أموات. يعني هنالك انتهاك مروع وعمل خارج سلطة القانون على الحكومة الشرعية أن تراجع سياستها وعملها. نحن قلنا الحكومة الشرعية شكلت لجنة بعد فضيحة السجون السرية برئاسة وزير العدل على أساس بموجب القرار أن تصدر قرارا أو تقريرا بعد 5 أشهر، لكن للأسف الشديد الآن نحن بعد 5 أشهر لم يصدر أي تقرير. لجنة التحقيق الوطنية في هذا الأمر إلى حد الآن هنالك صمت مريع، لم نرى فيها أي بيان أو جدية في هذا الأمر. بمعنى نحن نتحدث اليوم عن سلطة القانون أو سلطة موازية للسلطة الشرعية في عدن. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ توفيق يعني أن ننقل هذه التساؤلات جميعها للدكتور سمير الشيباني نائب وزير حقوق الإنسان من أبو ظبي. مساء الخير دكتور سمير. أهلا مساء النور. أهلا بك دكتور سمير، يعني بالتأكيد تتابعون مسألة إضراب المعتقلين بسجن بئر أحمد، ينفذون إضراب مفتوح منذ السبت. أتمنى أنك استمعت أيضا للأخت أمل سالم وهي شقيقة أحد المعتقلين الذي اعتقل أخاها منذ عام دون أي تهمة، وللأسف الشديد تقول أنه لا تجاوب مع أمهات المختطفين وأهاليهم من لا من حكومة ولا من حزام أمني ولا من أحد. ما هو تعليقك؟ اولا هذا كلام صراحه غير صحيح لسبب واحد، انا نائب رئيس اللجنه المشتركه للتحقيق. نعم. واشرفت بشكل شخصي على زياره السجون والاطلاع على ملفات المعتقلين. صحيح كانت في بدايه الامور في بدايه الامر المساله غير واضحه، لكننا تواصلنا مع عدد من امهات المعتقلين ومن اسر المعتقلين، وتم إعداد ملفات قانونية لكل المعتقلين. والمشكلة هي في حالة الحرب تحصل بعض الأخطاء وتحصل بعض التسرعات، إنما المسألة تتابع. الأخطاء مقبولة في حالة حالتين دكتور سمير، الأخطاء قد تكون مقبولة في حالة أو حالتين، ولكن 140 معتقل ينفذ إضراب. كل الاعتقالات هي كل المعتقلين في حالة اشتباه، وهناك تحقيقات والنيابة العامة مطلعة على هذا الأمر، وجلست مع النائب العام ومع أعضاء النيابة العامة بشكل عام. التحقيقات جارية وتم اتخاذ قرار بتشكيل محاكم سريعة لتحويل المتهمين بقضايا جنائية وإطلاق سراح الأبرياء. نعم، اذا لماذا لا تظهر هذه الصوره بالنسبه في من تم اعتقاله اصلا؟ نعم تفضل. اسمحي لي اكلمك بكل شفافيه رجاء. تفضل. هناك بعض من اعتقلوا تم اطلاق سراحهم، وبسبب ان الاعتقال كان خطا اصرت لجنه التحقيق المشتركه على ان يكون هناك مسعى لما يمكن نطلق عليه قبر الضرر لمن تم اعتقاله دون سبب. تحققنا من طبيعة الاعتقال، طبيعة السجون. المسألة تتابع الآن، وأعتقد خلال شهر من الآن بتكون في نتائج واضحة جدا بتخرج للجميع. هناك تنسيق، لا ينبغي أن ترمى التهمة على كاهل الإخوة في التحالف، لأن الاعتقالات تمت بناء على اشتباهات او شبهات وقضايا ارتباط بالارهاب غالبا، ويتم التحقيق معهم، والبريء سيطلق سراحه وسيعوض ان كان سجنه ظلما.
نعم، اسمح لي دكتور سمير يعني أن أوصل صوت أم عبد الله لك، كونك يعني نائب وزير حقوق الإنسان وأيضا نائب رئيس اللجنة المشتركة، وهي والدة أحد المعتقلين من عدن عبر الهاتف. مساء الخير أم عبد الله. أهلا وسهلا. أهلا بك أم عبد الله. معنا على الهاتف الآخر دكتور سمير شيرباني نائب وزير حقوق الإنسان، وهو يستمع لك الآن. حدثينا عن دكتور سمير. سمير اجتمعنا معه، الدكتور سمير اجتمعنا معه مع وزير العدل. نعم. وزير العدل، وهناك كان العديد من الأمهات المعتقلين يتكلمون معه، وكان يتكلم معنا بكل وضوح. جميل. ويقول نعم. ولا يهمكم ولا شيء، ونحن معكم ولا. واليوم يختلف عن وجهة نظره، لماذا لا ندري اليوم. وهو يقول ما هو ما زال معكم أم عبد الله. دعيني أوضح لك. نعم، اليوم الدكتور سمير يقول أنه ما زال معكم، وأن القضية جارية التحقيق فيها، وأن هناك الكثير من الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال شهر واحد. من تم اعتقاله خطأ سيجبر ضرره ويتم الإفراج عنه حالا، ومن ثبتت ضده الجناية سيحال فورا للمحاكمة. ما رأيك؟ نحن أولادنا ليس لهم أي اشتباه، ولا لهم أي دعوة بأي قاعدة، ولا لهم أي دعوة بأي حرب. نحن أبنائنا حاربوا هذه عن هذه البلاد فقط بس. لكن الدكتور سمير نحن جلسنا معه في قبي معاشير، وتكلمنا معه مع وزير العدل، وكان معنا تمام، يعني يتكلم معنا بكل بساطة بكل. وتكلمنا معنا نحن أمهات العديد بسجن بير أحمد، المعتقلين المخفيين بس بير أحمد، مدير عبد العزيز العقربي. نعم. 200 معتقل، تم إخراج 25 نفر، فقط 154 نفر. نعم. طيب أم عبد الله، يعني أود أن أسمع تفصيل سريع يعني منك حتى أعود للدكتور سمير. ابنك منذ متى اعتقل، وما هي ظروف اعتقاله، أو بمعنى أصح مخفي؟ ابني مخفي ببير أحمد. منذ متى؟ كم له مخفي؟ من 20/6/2016. نعم. طيب اسمحي لي أنا أعود للدكتور سمير. دكتور سمير، يعني تحدثت معنا أم عبد الله، وربما أنت التقيت بها كما تفضلت، وكان يعني ومدير السجن اتصل بابننا، ابنكم موجود عندنا، ولماذا ينكر أنه في وجود تكون مخفية؟ لماذا؟ طيب اسمحي لي أم عبد الله، اسمحي لي، اسمعي من الدكتور سمير. دكتور سمير، دعني أنقل تساؤل أم عبد الله وغيرها من الأمهات. نعم، فقط سؤال يعني. انا اتذكر. نعم، تفضل. اسمحي لي بس، اسمحي لي. انا اتذكر الاخت ام عبد الله ومعها امهات كثر، التقينا معهم وكنت ولا زلت على نفس الموقف. وهذا موقف نحن من ضغطنا باتجاه تشكيل اللجنه للتحقيق في كل هذه المسائل. نحن كوزاره حقوق الانسان الذي يهمنا هو ان لا تحدث في المناطق المحررة، مناطق سيطرة الشرعية، أي انتهاكات لحقوق الإنسان. لكننا يعني عرفنا أن هناك حالة من الاشتباه. طبعا الإجراءات القانونية لابد أن تتم بشكل سريع. أقول لكم صراحة كان هناك تقصير، لكن يعني تصاعد الشكوى جعلنا نتحرك بشكل سريع، وتم الجلوس مع الإخوة في النيابة العامة، ووعدوا بأنهم سيجهزوا ملفات الاعتقالات أول. نعم، اسمح لي دكتور سمير، يعني نعم وضحت الصورة دكتور سمير، لكن الوضع الآن حساس جدا. اسمح لي دكتور سمير. جدا جدا حساس. نعم، اسمح لي أم عبد الله حتى نستفيد من وجود الدكتور سمير معنا. اسمح لي أم عبد الله، الآن الشباب يعني مضربون عن الطعام، حالتهم سيئة، يتعرضون للتعذيب. أعتقد أن الحالة لا تسمح للمسألة البروتوكولية المعروفة بفتح الملفات والتحقيقات وما إلى ذلك، يعني شهر كفيل بموت عدد كبير من هؤلاء المعتقلين.
ألا يوجد يعني طريقة أسرع على الأقل يعني التعامل دكتور؟ يعني هناك أخطاء كما تفضلت، ولكن على الأقل يعني أمهات المعتقلين يطالبوا بتعامل إنساني. أنت اعتقلت شخص، يعني الحزام الأمني اعتقل شخص، لما لا يتعاملون إنسانيا معهم؟ يكون هناك في أبسط الظروف يعني الإنسانية أن يتم التواصل معهم، أن يتم اللقاء بهم، أن يعرفوا على الأقل تهم أبنائهم وأماكنهم، عوضا عن أن يقول لهم دعوا الإعلام ينفعكم. الأخت عبد الله وكل ذوي المعتقلين من حقهم أن يطالبوا بهذا، ونحن طالبنا قبلهم وقبل أن نعرف حتى أسماءهم وأسماء أسرهم، ونسعى للتأكد من أنهم سيعاملوا معاملة إنسانية. طيب حتى أخذ منك وعد على الأقل يعني. اسمحي لي. زرنا بعض المعتقلات وتأكدنا من الظروف الإنسانية للاعتقال. الاعتقال في ظروف جيدة جدا، لكن المسألة لا تكفي. هل تتوقع سيزورونكم جميع المعتقلات دكتور سمير؟ بطبيعة الحال سيزورونكم المعتقلات التي صورتها جيدة نوعا ما، ولكن ما يحدث في الواقع يعني من تقارير. لا 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 لا, لا أبدا لا لا. نحن في مهمة نضالية يا أختي. نحن لسنا يعني راغبون في أن نخفي أي سلوك أي واحد ارتكب خطأ. وزارة حقوق الإنسان هي الضمير الكاشف في الدولة، ونحن نحاول أن نكون على أكبر قدر ممكن من الحياد ومع مراعاة حقوق الإنسان، ونمنع نهائيا أي انتهاكات لحقوق الإنسان. لكن الظروف التي مرت بها البلد جعلت في الحق الأجهزة الأمنية في حالة يعني حذر شديد، وبعض الأحيان تتصرف تصرفات بلا رغبة في ارتكاب الأخطاء، لكن يتم ارتكاب الخطأ، وهذه حقيقة لابد أن نقر بها. نعم، ونحن نحاول أن نمنع هذا الخطأ بأي وسيلة كان. نعم طيب الدكتور، يعني أود منك يعني هكذا ولو وعد على الهواء. أرجو أن لا يستخدم هذا الملف استخدام سياسي الآن، أو أن لا يغير هذا النشاط في حالة الصراع السياسي الموجودة داخل البلاد. هناك حالة من الاعتقالات. نعم يعني إذا حل هذا الملف سريعا دكتور سمير، لا تدعوا أنتم الفرصة لمن يريد أن يحوله إلى ملف سياسي، يعني يفترض أن يعالج بصورة إنسانية عاجلة. هل نعم. من إجراء سريع لهؤلاء المعتقلين؟ أخذ منك وعد على الهواء بأي إجراء سريع. ولا أستطيع أن ألوم أسر الشهداء على حالة الحماسة والزعل، لكننا أوعدكم أنا شخصيا الآن خارج البلاد راجع خلال الأسبوع القادم، وهذا الملف هو الملف الذي نحن نتحمل مسؤوليته، وبإذن الله سنكون في أقرب وقت ممكن. نعم يعني سنتابع الموضوع بعد أسبوع دكتور، ونتمنى أن يعني أن يكون هناك إيفاء بهذه الوعود، ولو يعني هناك أيضا طلب أكثر سرعة وهو الرؤية في مسألة إضراب هؤلاء المعتقلين في السجون. المسألة يعني اتصلوا بي بعد 10 أيام من الآن، وبإذن الله يكون إذن تمام. إذن إذن سنتابع الموضوع. شكرا جزيلا لك دكتور سمير الشيباني نائب وزير حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من أبو ظبي. أم عبد الله ما زالت معنا؟ أيوة أم عبد الله. إذن يعني نتمنى أن يكون هناك إيفاء بهذه الوعود التي سمعتها، سنتابع نحن الملف. نحن نرجو الإزراع إلى أولادنا. أولادنا يموتون كل يوم، كل يوم خمسة يرتمون بالعرض، كل يوم خمسة يرتمون، لا يأكلون أي شيئا ولا يشربون ولا يأكلون، فماذا تنتظرين من بعد هذا كله؟ يعني لا ألومكم أم عبد الله عصم، يعني ربنا يصبركم وإن شاء الله بإذن الله يطمنكم على أبنائكم. كان معنا في الاجتماع مع وزير العدل وعرف أنه في هناك سجون مخفية، والآن ينكر أنه في سجون مخفية، فلا بد التحرك. المنظمات واقفة كأنها تمثال، لا مشاعر ولا إحساس. المنظمات بشكل عام لا 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 عندهم أي إحساس تجاه المساجين. الرجاء الإسراع، أولادنا يموتون كل يوم ونحن نحترق على أولادنا. أتمنى أن تصل رسالتك أم عبد الله، وهذا ما يعني نحاول عمله في هذا البرنامج. شكرا جزيلا لك ولوجودك معنا أم عبد الله، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ توفيق، استمعت للحوار مع الدكتور سمير وأيضا أم عبد الله، ما هو تعليقك؟
لا انقطع الاتصال للاسف الشديد. نعم اذا يعد الدكتور سمير يعني انه خلال 10 ايام سيتم فتح الكثير من الملفات، تقرير اللجنه سيظهر بعد شهر، اللجنه التي تحدثت عنها انه تم التحقيق في كثير من الملفات وتم الافراج عن عدد من الاسماء الذين تم اعتقالهم خطا، وهناك رفع بجبر الضرر لهؤلاء، ويعني ما رايك؟ أنا استمعت في البداية ثم انقطع، لكن أنا أريد أن أؤكد شيء مهم يعني ما دام أن ونشكر تفاعل الدكتور سمير بشكل خاص ووزارة حقوق الإنسان، لكن القصة الذي نريد أن نؤكد عليه أننا نتحدث عن حقوق الإنسان بالدرجة الأولى، وبالتالي نحن نتحدث عن وجود عملية مخالفة للقانون من بداية برمتها، بمعنى أن عملية القبض، عملية اقتحام البيوت، عملية الإخفاء القسري، كل هذا الإطار هو مخالف للقانون، حتى ولو كان هنالك أي اشتباه لا يجوز لهذه السلطات القضائية، السلطات الأمنية مهما كانت قوتها، مهما كان ترتيبها، مهما كان موضعها، أن تخالف تتجاوز القانون. وزارة حقوق الإنسان الأصل أنها العين الساهرة التي ترعى حقوق الإنسان اليمني وتراقب أي سلوك تمارس من قبل أجهزة السلطة التنفيذية بكل وضوح، وبالتالي نحن نتحدث اليوم قضية الاشتباه، لا يجوز القبض على أي شخص مشتبه بعد ذلك يعرض على النيابة العامة خلال 24 ساعة على سبيل المثال، هنالك أوامر صدرت إلى غير ذلك، نحن نتحدث عن عملية. مع ذلك نحن نتمنى أن تفي الحكومة الشرعية وأن يكون هنالك تحرك جدي لإطلاق المعتقلين وعرضهم على القضاء، يكون هنالك إفراج قضائي، بمعنى أن الأشخاص الذين لا يثبت بحقهم تهم قضائية يجب أن يصدر قرار مسبب من القضاء بحيث موجب هذا القرار يحصلون على التعويض الكامل، وكذلك الأشخاص الذين يتم الاتهام أو ثبوت أدلة بموجب أدلة قانونية صريحة واضحة في هذا الأمر، كذلك سلطات الضبط القضائي التي تجاوزت القانون والدستور اليمني في هذه الأمور يجب أن تحال إلى النيابة العامة أو إلى الجهات المختصة للتحقيق معها لارتكابها مخالفات في هذا الأمر. نحن نتحدث عن منظومة كاملة يجب أن تراعى في مثل هذا الجانب. نعم، نتحدث عن منطقة محررة كما يفترض. يعني أستاذ توفيق، يعني أولئك الذين يقبعون في سجون سرية مثل بير أحمد وغيرها من السجون وأعلنوا الإضراب، يعني هل تتوقع أن يصل صوتهم الكريمة حتى مشروعية السجن؟ السجون وفقا للقانون يجب أن تتبع الجهات القضائية، هنالك سجون لا ندري من تتبع، لا يستطيع المنظمات ولا الصليب الأحمر ولا الجهات القضائية أن تزورها، أن تطلع على سجلاتها، أن تنظر فيها، أن تلتقي بالمعتقلين، أن تسمع منهم إلى غير ذلك، وبالتالي كل هذه العملية هي خارج إطار القانون. نعم، طيب يعني علي في هذا، وبالتالي بالنسبه لهؤلاء المعتقلين وخطوتهم استاذ توفيق، يعني مساله الاضراب الذي اعلنوها، هل تتوقع ان يصل صوتهم للمنظمات الدوليه؟ أنا كنت قبل أن آتي إلى الاستوديو كنت على تواصل مع بعض الناشطين الدوليين مع بعض المنظمات الدولية، وكان هنالك هم يدرسون لإصدار بيان في هذا الأمر أو أنهم يحاولون يتواصلون مع بعض الأهالي. أعتقد أن الإضراب هو حق مشروع وهو وسيلة قادرة أن تصل صوتها إلى أبعد مدى، ربما معارك الأمعاء الخاوية جربت في أكثر من منطقة وفي أكثر من دولة وفي أكثر من قضية وكان صداها ناجعا، لأنها في النهاية لا يترك طعامه ولا يلجأ للإضراب إلا أناس غلقت في أبوابهم كافة المنافذ، وبالتالي هؤلاء ليس لهم أي منفذ، هنالك السلطة الشرعية أدواتها كما قلنا ضعيفة، هنالك أدوات إنفاذ القانون أيضا سلطتها ضعيفة، هنالك اعتصامات للأمهات تجابها أحيانا بالقوة وبالضرب إلى غير ذلك، هنالك ناشطين يتحركون يعتقلون في بعض الأحيان ويتعرضون للتهديد إلى غير ذلك. اليوم أصبحت المعركة يجب أن تدار من داخل الأقبية، تدار لأن الحقوق يجب أن تنتزع بالطرق السلمية المشروعة بموجب لكن القانون. لكن أستاذ توفيق، يعني حتى على مستوى هذا الحل الذي يعد آخر الحلول السلمية كما تفضلت، يعني يتم اتهام هؤلاء من يستخدمون هذا بأنهم سيقتلون أنفسهم ويلقون بها إلى التهلكة وأنه محرم شرعا، وبالتالي يعني اختلاق قصص يعني لا مجال لها للصحة، وأيضا وضع الدين كشماعة جديدة يتم المهاجمة بها، ما رأيك؟
ما الامر الامر لا يحتاج يعني اليوم اصبح نحن ندعو اليوم الى مشروع انه الدين ينحى جانبا، يجب ان لا يستغل هذا الاستغلال البشع. هل القبض على الناس يعني حلال في الشرع؟ هل تعذيب الناس حلال في الشرع؟ هل قتل الناس حلال في الشرع؟ هل اقتحام البيوت حلال في الشرع؟ وبالتالي مثل الذين بحثوا عن دم الذباب حلال ولا حرام بينما هم قتلوا الحسين؟ القصة اليوم الدين يجب أن ينعى عن هذه المعركة. اليوم اليمنيين يتطلعون إلى دولة مدنية يسود فيها القانون، يحاسب فيه من يتجاوز هذا القانون، يبحثون عن العدالة الاجتماعية، يبحثون عن المساواة، يتطلعون إلى مؤسسات قضائية قوية ومنصفة قادرة أن تنصف وتنتزع حقوقهم من يد من ينتهك مثل هذه الحقوق. أنا أعتقد اليوم أصبح الخطاب القائم على أساس ديني سواء كان في صنعاء أو كان في عدن أصبح هذا الخطاب تجاوزه المجتمع اليمني، خاصة جيل ثورة فبراير تجاوز هذا الخطاب بآلاف الآمال. هؤلاء طيب ما رأيك أستاذ توفيق؟ نعم بمسألة يعني مسألة رقها الدكتور سمير، يعني أتمنى أن لا يحول هذا الملف وهو ملف إنساني بحت إلى ورقة سياسية يلعب بها في المنطقة كما قال، هل يعقل ذلك يعني؟ بالعكس، ملف أنا أتمنى من الدكتور سمير ومن قيادة وزارة حقوق الإنسان ومن قيادة الحكومة الشرعية ومن قيادة التحالف أن تنظر إلى بيان أمهات المعتقلين ويعرض هذا البيان على كافة المنظمات الدولية. البيان لم يطالب بشيء مستحيل، هو طالب بما نص فيه الدستور اليمني وبما تضمنته الاتفاقية الدولية، طالب بالتالي أن يعرض هؤلاء المعتقلين على القضاء ليقول كلمته فيهم، طالب هذا البيان بأن يلتقي هؤلاء المعتقلون بمحاميهم وهذا حق مكفول صحيح. في الدستور نعم. ومكفول في الاتفاقية الدولية، طالب هذا البيان أن المعتقلين يسمح لهم بالزيارة، يسمح لهم بتلقي العلاج. هذه أمور كلها نعم كلها مشروعة. إذن أنا أعتقد اليوم التحرك هو تحرك قانوني بحت والمطالب قانونية صحيح. بحت، وأنا أتمنى أن الحكومة الشرعية تتعامل بتعامل حقوقي وتعامل قضائي بالدرجة الأولى بعيد عن التسييس. إذن الذي وصلت الفكرة أستاذ توفيق. نعم شكرا جزيلا لك توفيق الحميدي مسؤول الرصد في مؤسسة سام للحقوق والحريات، كنت معنا عبر سكايب من فيينا. وأخيرا ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام من القاهرة. مساء الخير أستاذ مختار. اهلا وسهلا عليك وعلى المشاهدين الكرام وضيوفك الكرام جميعاً. اهلا بك استاذ مختار، يعني اود ان اسالك ما هو موقف الحكومه مما يحدث في السجون ويعني التابعه للامارات ان صح لي القول، خصوصا فيما يتعلق بالسجون السريه في بير احمد وغيرها، خاصه ان هؤلاء المعتقلين يضربون عن الطعام. اي عمل خارج حقوق الانسان وخارج إطار الشرعية ومؤسسات الدولة الشرعية هو أمر لا يمكن القبول به لا من قبل الحكومة ولا من قبل الهيئات والمنظمات. بالتالي ما تقوم به القوات المدعومة أو المحسوبة على الإمارات هو عمل يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان بالنسبة لليمنيين والسجون السرية التي تم الحديث عنها والكشف عنها والحديث حول ما يتم فيها من انتهاكات لحقوق الإنسان في مدينة عدن. هذا أمر يجب أن يدان، وهناك لجنة تم تشكيلها من قبل دولة رئيس الوزراء للنظر بهذه السجون التي تحدثت عنها منظمة دولية. نعم كان معنا نائب رئيس اللجنة الدكتور سمير، ولكن يعني أستاذ مختار ما يحدث للأسف الشديد يعني يتجاوز الأمور الرسمية للجان. يعني الآن الشباب يضربون عن الطعام، حالتهم حرجة، أمهات المعتقلين تنفذ وقفات يتم الاعتداء عليهم من خلالها. يعني كل هذه الأمور لا تؤثر سلبا على أداء الشرعية في المناطق المحررة أمام المجتمع الدولي وأمام المواطنين أنفسهم؟ سيدتي العزيزة، بالنسبة نحن نعرف تفاصيل ما يحصل، تفاصيل المشهد في مدينة عدن وفي المناطق الخاضعة للشرعية وخصوصا المناطق الجنوبية. نحن نعرف أنها بالكامل تحت سيطرة الإمارات أو قوات تابعة للإمارات، وهي ميليشيات يعني التوقيت القانوني هي ميليشيات خارج إطار الدولة لأنها لا تتبع الدولة. بالتالي الحكومة لا تتحمل أي أعباء تقوم أو أي جرائم أو أي انتهاكات تقوم بها هذه الميليشيات، لأن هذه الميليشيات لا تعتبر بأمر الدولة ولن يتم تعيين قيادتها بأمر من الدولة. بالتالي هي ميليشيات تابعة لقوات خارج إطار الدولة.
ورفضت قرارات الشرعية وقرارات رئيس الجمهورية بدمجها وضمها في وزارتي الدفاع والداخلية. بالتالي الانتهاكات التي تقوم بها نحن ندينها، وهي أنا شخصيا أدين هذه الجرائم التي يتم ارتكابها، وأدعو جميع المنظمات إلى التحقيق في كل الجرائم وفي كل ما يتم في هذه السجون التي يتم الإشراف عليها بشكل مباشر من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة. وأيضا أنا أنادي جميع الأحرار في العالم وجميع الأحرار في اليمن أن يتبنوا هذه القضية، وأن يتم الكشف عن كل الجرائم وكل الانتهاكات التي تتم وكل الاعتقالات التي تتم خارج إطار القانون. وهذه الميليشيات التي تقوم بالاعتقال هي أيضا ما تزال حتى هذه اللحظة تعتبر ميليشيات خارج إطار القانون، ويجب التحقيق مع كل القيادات ومع كل الأفراد ومع كل المشرفين على هذه السجون، فهي سجون ليست بعيدة عن سجون الميليشيات الحوثية التي تعتقل وتختطف الناس بدون أي جريمة. هذه أيضا السجون هي سجون خارج إطار القانون، وإذا كان هناك مجرمين أو ما يسموهم إرهابيين أو خيرهم من المتهمين، هناك أدوات الدولة، هناك مؤسسات الدولة يتم الاعتقالهم والتحقيق معهم وفق الضوابط ووفق القوانين الدولية ووفق حقوق الإنسان، ولا يتم إخفاءهم قسريا، ولا يتم ممارسة التعذيب، ولا يتم أيضا اختطافهم وإخراجهم خارج اليمن، لأننا سمعنا من خلال المنظمات أن الإمارات تقوم باختطاف واعتقال الناس ومن ثم الذهاب بهم إلى إريتريا أو الذهاب بهم إلى أبو ظبي للتحقيق معهم. هذه أفعال مدانة، أفعال مرفوضة، نرفض أن تعبث الإمارات في أرض اليمن كما أنها تعبث بالساحل الشرقي وتعبث بالمناطق المتعددة، هي تعبث أيضا في الجانب الحقوقي وفي الجوانب الأخرى. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. الشكر لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، إلى أن ألتقيكم في حلقة جديدة من المساء اليمني، كونوا برعاية الله وأمنه.